شيخ الآن شوية بسك سؤال شوية عن حياتك. أيوه. شنو سر الحيوية؟ كم عمرك الآن شيخ بالمناسبة؟ عمري 74 عام. 74 ما شاء الله. نعم كنت أذكر هذا الرقم ولا أبالي. إيه. لكن بعد أن تجاوزت 70 أصبحت من القليل. لأني أشوف إشارات النهاية قريبة. سبحان أسأل الله عز وجل أن يحيينا حياة طيبة وأن يختم لنا بخير وأن يجعل خير أعمالنا آخرة وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاه. آمين. الشيخ سعيد ما سر الحيوية والنشاط؟ يعني ما شاء الله تجاوز 70 لكن ما شاء الله بصحة وعافية، في سر وراء الشيء؟ أولا الحمد لله وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ثانيا الرياضة. حريص على الرياضة. إيه الرياضة لازلت أمارسها إلى الآن. ما شاء الله. إيه نعم. المشي وخاصة المشي إلى المساجد. إيه نعم. الاعتماد على نفسي في ما يتعلق بخدمة أهلي. إيه رغم أن بإمكاني أن أجيب واحد يقضي لكن لا أنا بنفسي أذهب إلى السوق. ما شاء الله. وأشتري أغراضهم وأشيل مع الحارس اللي معي أو السائق وأنزل وأطلع وأنزل وأشوف في هذا لذة ومتعة. وفي نفس الوقت ما حك جلدك مثل ظفرك. أيوة. إيه ما حد بيشتري زي ما أبغى أنا. صحيح. أي أيوة والله. الشيء الثالث وهو البرنامج الغذائي المنضبط والذي يحتاج إلى يعني قوة، لأن النفس كما تعرف إذا عرضت أمامها الأنواع من المأكولات فإن غالبا ما يعني يستجيب الإنسان لنزوة الطعام ويأكل، لكن أنا لا، أنا قوي. إيه نعم. ولا أسمح لنفسي أن يعني تعيث في الطعام فسادا فتفسد علي صحتي. عندك نظام غذائي؟ عندي نظام غذائي صارم حتى أولادي يحسدونني عليه لأنهم ينهزمونهم وهم أيضا يحاولون إغرائي بإعداد أطعمة يعني لكن يقولون لا والله ما ذوقها. طيب يعني ممكن نعرف النظام هذا اللي عندك؟ والله يا أخي النظام الغذائي أولا ما أتعشى. ما في عشاء؟ ما في عشاء أبدا. آخر وجبة؟ آخر وجبة متى تأكلها؟ كلها بعد صلاة العصر. آخر وجبة بعد العصر؟ هي إذا جعت، إذا جعت الساعة 9 ولا 8 مساء ما أجوع لأني أكل في العصر، وإذا جعت أفضل أني أجوع. ليه؟ لأني لما أجوع أستدعي التراكم الشحوم الموجودة من الأول فتستهلك. صح. وأصبح نشيطا. والله أصبح نشيطا. عندك صبر شيخ. ما في شيء أبدا. والله أصبح نشيط. والله الليلة اللي ما أتعشى فيها أني أقوم مثل الحصان، والليلة اللي أتعشى لأني أكون صايم أحيانا لما أصوم الاثنين والخميس أتعشى. طيب. أني أقوم بتعب. أي نعم. زهد الأمر الأول رياضة، ثاني ما في عشاء، الثالث الثالث الاختيار للمواد الغذائية النافعة. السكريات هذه أنا لا أحبذها ولا أتناولها بأي حال من الأحوال. النشويات لا أقلل منها كثيرا. أيوة. الغازيات محرمة على نفسي وعلى أهلي، ما تدخل بيتي أبدا، بل إذا شفتها طوالي أشيلها وأصبها في الحمام. عجيب. لأنها تسلك مجاري الحمامات. هي غازات، هي ما هي طعام أصلا وهي ضارة، والحمد لله الناس يشغي يعشقون هذه الأشياء. زعلتهم اليوم ولهذا يمرضون الآن. هذول اللي يعشقونها هم مشاريع مرض. انتظر بعد أيام إذا بقده تعبان في أي صحته. أيوة. لا، يجب صحتك تعتمد على الله ثم على غذائك. أريني إيش تأكل أقول لك من أنت. في وجبة خلطة خاصة تسويها؟ نعم، في الصباح. الصباح. إيه بعد أنا أعود من الصلاة وأحيانا أجلس للإشراق. أيه. أعود أعمل يعني خلطة. أيه. أسميها الخلطة السعيدية. إيه وهي خلطة بسيطة. إيش مكوناتها؟ مكوناتها وأنا في غرفة نومي، ما أروح للمطبخ لأن عندي في غرفة النوم. أيه. يعني جهاز كامل ما أكلف على أحد، لا على زوجاتي ولا على أحد. طيب. أجيب طبعا عندي كوب كبير أسميه تريلا. إيه يعني يأخذ كوبين من الأكواب العادية. طيب. إيه نعم. والسخان أحمي موية بقدر. أيوة. ما يستوعب الكوب. أيوة. وأضع ملعقتين عسل. طيب. ثم أضع نصف ملعقة صغيرة قرفة. أيوة. ونصف ملعقة صغيرة بنكتب الوصف وراك شيخ. عسل وقرفة وكركم. كركم. وملعقة كاملة زنجبيل. زنجبيل. طيب. نعم. ونصف ملعقة قهوة سوداء من هذه السوء عشان طيب. يعني تسوغ لي الأكلة. أيوة. وبعدين أصب عليها ماء. ماء ساخن. ساخن. إيه نعم. أيوة. وأخليها ثم بعدين أشربها. الكركم مفيد. أيوة. إيه نعم. والقرفة مفيدة والزنجبيل مفيدة والعسل مفيد. من كم سنة تسوي الخلطة هذه؟ والله من زمان.
من زمان ولا اتركها ابدا الا في احيانا اكون يعني مسافر زي ذا الحين انا في الرياض الان ما عندي بكره خلطه اي نعم ما اقدر اشلشل القرابه هذه في جيبي اي والله فدائما عليها باذن الله ايوه بعدين اذا استيقظت الى جانب هذه قبلها سبع تمرات ايوه قبل هذه قبل اكلها يعني سبع تمرات يعني باذن الله يحافظ على الخلطه هذه بلا امراض ان شاء الله. انا التقيت باحد الاطباء الذين يعملون في الطب البديل أيه. يقول هذه المكونات اللي تاخذها أيه. يعني تقوم بمواجهه كثير من الامراض والسموم عجيب. التي ترد على الانسان. زين سؤال خاص هل نعم. فيك احد مرض من الامراض او من الان أيه؟ لا من فضل الله الحمد لله ما اعاني من اي مرض لا سكري ولا ضغط ولا اي مرض أيه. والحمد لله الحمد رغم لله. ان زملائي واندادي في السن أيه. اللي من نوص اللي الناس بهالوصفة بإذن الله بإذن الله وليس بإذن الله. فيها أي خطورة وقد استشرت فيها بعض الناصحين من المختصين قالوا ليس فيها أي ضرر على الإنسان.